قالوا بوليس النجدة. قال لي ايوه انا بوليس النجدة. قلت لهم اخباركم ايه؟ قالوا كويسين الحمد لله. قلت لهم طب انا دلوقتي واقف عند الطريق اللي هو بتاع الساحل الشمالي. الراجل بتاع بوليس النجدة الراجل ذوق صراحه، قال لي لا احنا مش تخصص ساحل شمالي، احنا تخصص فيوم. فيوم؟ المهم هو قال لي الفيوم. قلت له لا حضرتك انا الساحل الشمالي. اداني نمره بقى الراجل بتاع التليفون بتاع البوليس اللي هو بتاع الساحل الشمالي، كلمته بعتوا لي عربيه وصلتني الحمد لله لغايه هنا. الحمد لله الحمد لله. تستاهل تستاهل كل اللي جراك واكتر عشان تبطل تفتي في اللي مالكش فيه. افتي في اللي ماليش فيه ايه؟ انا اعمل ايه يعني اذا كان الطريق اساسا ما فيهوش يوفه؟ طب امال الضرايب اللي احنا بندفعها كل سنه دي مش بتروح لليوفه ولا ما بتروحش لليوفه؟ واحنا من امتى في البلد دي بنمشي بيوفه؟ طول عمرنا بنمشي بالاحساس. احنا ربنا بقى انك بالتاكسي بتاعك ده في جولتك التفقديه دي ما عدتش الحدود، قاموا ضربوك عيار في نافوخك وكتبوا عليه في الجرايد تاني يوم قال جاسوس. جاسوس جاسوس بعربيه مهكعه زي كده وماشي بيها في الصحراء، ده ايه الجاسوس الاهبل ده؟ واروح اتجسس على ايه في وسط الصحراء؟ بس والنبي يا سناء، بس والنبي انا خلاص زهقت من العربيه دي، زهقت منها. جاسوس ده عادل سايق تاكسي. اللي قول لي يا عادل بالمناسبه، هو انت اللي سايق التاكسي ولا التاكسي هو اللي سايقك؟ سلام يا خفيفة يا سلام، أنا خلاص بجد التاكسي ده أنا مش عايزه، أنا مش عايزه خلاص، ده بيعذبني. يا بيبي بيعه يا بيبي بيعه واخلص منه، خلينا نخلص منه. أيوة بيعه. لا مش هبيعه، لا التاكسي ده هصلحه وعذبه. أفضل بعذبه طول اليوم، أمشيه بقى في طرق غير ممهدة وغير مسفلتة، وأجي عند المطبات الصناعية وأقوم واخده بسرعة.